كريم هبدأ معاك. أكيد عاصرت قمم كثيرة جدا ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. نعم. رأيك في القمة القادمية؟ أعتقد القمة دي ممكن يتحط لها عنوان إن كارتيرون ما عندوش حيرة. موسيماني عنده الحيرة كلها. للأمان يعني كارتيرون فرقة سكواد ثابت بقاله فترة طويلة، لعيبة بتلعب مع بعضها ووصلوا لدرجة انسجام، حتى نشوف نادي الزمالك ربما في أول جولتين ما بيقدمش يعني الكورة الحلوة أو الكورة اللي احنا نقول بنلعب كورة فيها متعة أو فيها جمل، ولكن فرقة تقيلة، فرقة عارفة ازاي تكسب، فرقة لعيبة بيلعبوا مع بعض أكتر من 3 سنين المجموعة دي مع بعض حتى لو في بعض الاختلافات البسيطة، فبالتالي هو ما عندوش مساحة كبيرة في التحرك في مسألة الخطة أو التشكيل. على العكس بيتسو موسيماني، أنا فعلا كل ما أحط نفسي مكانه بشفق على الراجل. عنده خيارات كتيرة جدا 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 المباراة دي، أكتر أعتقد 3 خطط ممكن يلعب بيها أو يفكر فيها للمباراة دي. 3 خطط وثلاث فرق. وثلاث فرق. الأمانة صح. فكل حاجة مش ما يعني أنا حتى وكارتيرون قاعد دلوقتي مع الجهاز الفني وقاعدين كده بيفكروا، طبعا يا جماعه كده نتوقع موسيماني هيعمل ايه؟ اعتقد النسبه اللي هيحطها 33% ل 3 4 3، 33% ل 4 2 3 1، و33% ل 4 3 2 1. ممكن موسيماني يفاجئنا بارتكاز ثالث في نص الملعب، ممكن يكمل بالطريقه اللي لعب بيها في اول مباراه ضمن الاسماعيلي ويكمل بيها في مباراة تانية قبل ما يحولها ل 4 3 1. فهي امانه مباراه فعلا قلبها ل 4 3 3 4 3 2 1، ممكن يفاجئنا بطريقه رابعه 4 4 2. فامانه حيره كتيره قوي عند بيتسو موسيماني، ما حدش اعتقد يقدر يجاوب على السؤال ده غير بيتسو موسيماني الساعه 8 يوم الجمعه.